الفريق بقى اللي انت لما لعبت معاه في رحلتك الاحترافيه الطويله دي هو ده الفريق اللي هو انت بتقول انا ما انساهوش وده عشت فيه افضل لحظات حياتي؟ ناشيونال ماديرا في البرتغال ده اول نادي. اول نادي لما مشيت من مصر رحت على هناك. لا ده عشت فيه فعلا احلى فترات. وصلنا نلعب يوروبا ليج وحرصت كمان هدف في يوروبا ليج. والحمد لله جالي عروض كتير هناك. ما وفقتش ان انا اروح بسبب ان النادي كان بيطلب مبالغ كبيره لحد ما رحت بعد كده الصين. ده كان احسن فتره. بعد كده فتره بتاعت امريكا, فتره امريكا دي برضو كانت فتره كويسه جدا. قبل ما نروح لامريكا الصين دي الصين. لا الصين دي عارف اللي هو ايه يعني حلقه كده في النص. عدت بسرعه عشان كده خلصت. بسرعه. انا ما قعدتش هناك كتير خالص. قعدت قد ايه هناك؟ قعدت حوالي 3 شهور. ليه بقى اصلا رحت هناك وليه اصلا ال3 شهور دول خلصوا بسرعه؟ ليه رحت دي قصه. ليه رحت دي, انا كنت في يناير في شهر يناير كان في نص السيزون في البرتغال. النادي كنا احنا في في في, في اخر الجدول. مش كنا ما كناش الاخير بس كنا في الاواخر, وفرق بيننا يعني وبين مثلا العاشر بتاع نقطتين ولا حاجه. بس يعتبر كنا ساعتها في الاخر. الوضع كان صعب في النادي ماديا وكرويا. فجالي عرض الصين ده, فقالوا لي انت لازم تمشي كده على طول. قلت لهم انا مش عايز اروح الصين, انا راجل عندي 24 سنه خايف 25 سنه اروح العب ليه في الصين. لا لازم تمشي. العرض كان كويس, نادي هيدفع فلوس كويسه بكاش, مش كاش ان هاند يعني, بس وان بيمنت ادفعه مره واحده, مش بقى يدفع السيزون ده مش عارفه كام ومش عارف الكلام ده. فقالوا لي لا انت لازم تمشي واحنا النادي ومش عارف ايه وتقف جنب النادي. قلت لهم انا جالي 50,000 عرض قبل كده والنادي ما وقفش جنبي ولا حتى كان بتعدي لي عقدي, بقى اقف ليه جنب النادي؟ انا ما مصلحتي مش لو اروح هناك, كان فاضل لي سنه اصلا كده كده في عقدي. لا انت لازم تمشي. وراح طلعني بره التمرين وضغطوا عليك. فقعدت بقى فكرت في الموضوع وكده. كانت فرصه كويسه مش وحشه اللي انا اروح ساعتها. الفتره دي ابتدوا بقى الصين يجيبوا بقى, كان اوسكار وتيفيز ولعيبه كبيره. كان ساعتها بقى الدوري ابتدى يعني يتشاف بشكل كبير ولعيبه كبيره تروح. فقلت ليه لا, انا واحد بقى من النجوم دي ورايح الدوري الصيني انا كمان. حلو يلا بينا. وقعدت استخرت كده وسالت كذا حد استشاره وقال لي توكل على الله. ورحت. رحت هناك قبل ما امضي بيوم راحوا مغيرين قانون المحترفين, خلوه 5 محترفين 3 يلعبوا و2 بره السكور. راح مكلميني قبل ما امضي بيوم, انت صاحب تلعب مركزين؟ قلت له خد الماتشات اتفرج على الماتشات بتاعتي اللي هم بيلعبوا مدافع على نص ملعب. حلو. رحت ماضي. رحت هناك الوضع بقى كان صعب, كان صعب جدا. تخيل انت مثلا في ماتشات انت لازم تطلع بره السكور عشان واحد تاني هيلعب شهادة المحترفين بالظبط. فالوضع ما كانش لطيف يعني. فحسيت ان الدنيا صعبه. فانا اصلا رحت في شهر 3. هو الدوري كان بيبدا شهر 3, انا رحت شهر 2 عملت معاهم بري سيزون ومشيت في شهر 7 اصلا. يعني انا رحت شهر 3 وكان اللي هو المفروض الوينتر بيريود عندهم هناك دي شهر 7 اللي هي الصيف, الماركت الصيفي عندنا هنا في 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 في, في اوروبا وفي مصر. فرحت في شهر 3 ومشيت في شهر 7 على طول. رحت امريكا بقى على طول. زهقت؟ لا ما لعبتش. ما زهقتش, ما لعبتش الا ماتش ولا ماتشين. فالوضع كان. رحت اتفسحت بس شويه هناك. يا ريت اتفسحت كمان. ده المدينه اللي كنت فيها كانت وحشه. وحشه كمان. ما كانتش حلوه. لا حظ وحش. كنت قاعد في بيجين بقى ولا جوانجزو ولا الحته دي, كانت الدنيا تبقى الطف شويه. لكن كده ما فيش اي حاجه. لا 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 الوضع الوضع كان صعب.